بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. مشاهدينا اهلا بحضراتكم وعودة الى الشاشة عبر قناة الصحة والجمال لبرنامجكم ناس من ماس. مشاهدينا، تشهد هذه الايام مصر حالة من التطور المذهل، التطور الذي اصبح حديث العالم كله. جاء هذا التطور بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، هذه الثورة التي غيرت شكل الحياة على أرض مصر، هذه الثورة التي أعادت لمصر مكانتها. بالأمس القريب كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور منطقة العلمين، وهذه المنطقة هي إحدى العواصم الجديدة لمصر والتي تعتبر من أكبر المزارات السياحية. يعني باختصار شديد هتبقى دبي مصر، يعني كلنا نسمع عن دبي وما وصلت إليه من ناطحات سحاب ومعالم سياحية تبهر الجميع. احنا ان شاء الله هيبقى عندنا العلمين هي الوجه الآخر لدبي، ولكن قطعة داخل أرض مصر. وقريبا يعني يجري العمل على قدم وساق، وسوف يتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة مرسي مطروح لافتتاح ميناء مطروح الجديد. هذه الميناء التي تعتبر يعني مورد اقتصادي كبير جدا، مورد اقتصادي ضخم عالمي. كل هذا يضاف إلى رصيد 7 سنوات من العمل المتواصل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو أردنا أن نتحدث مرارا وتكرارا عن 7 سنوات، أنا بعتبرهم هم 7 سنبلات اللي هم ذكروا في سيدنا يوسف، في صورة سيدنا يوسف 7 سنبلات. بعد أن مرت مصر بمرحلة من يعني مرحلة عجاف، هذه السنوات التي عشناها ما بين مظاهرات وما بين مطالبات فئوية وما بين قلاقل وعراقيل وما بين مخططات كاد الغرب أن يصنعها للنيل من مصر، وكانت أجهزة مخابرات العالم كلها تتكالب على تقسيم مصر، لأنهم يعلمون أن مصر هي صمام الأمة العربية. إذا مصر تفككت وإذا مصر انهارت، استطاعوا أن يحققوا كل مآربهم وكل أطماعهم في المنطقة بأكملها. مصر هي القلب النابض باسم العروبة. لولا أن جاءت ثورة 30 يونيو، تلك الثورة المجيدة التي أعادت مصر، استردينا مصر، كانت مصر جزء من هذا المخطط. يعني مش مجالنا ان احنا نتكلم عنه الحقيقة، لكن انا شايف ان مصر كانت رايحة في سكة الى الهاوية، ولكن الحمد لله من عبر هذا البرنامج استطيع ان اوجه الشكر لرجال القوات المسلحة البواسل الذين ساندوا ثورة الشعب المصري في 30 يونيو. شعب وجيش، الجيش احترم إرادة الشعب واحترم صوت الملايين الذين خرجوا في شوارع مصر وحواريها وأزقتها في انتفاضة واحدة. أنا أعتقد أن هذه الانتفاضة هي ضربة وصفعة شديدة على وجه كل من خطط ودبر المكائد لمصر، وستبقى مصر كنانة الله في أرضه، مصر المحروسة بعون الله وأمنه. مشاهدينا، الشباب المصري، ونحن نتحدث عن العمل ونتحدث عن رحلات الكفاح وبنقدم نماذج للشعب المصري في أمثلة البطولة اللي عودنا عليها. أنا النهاردة وأنا برنامج ناس من ماس نقبنا كده تنقيبة بسيطة كده، قدرنا نطلع جوهرة ثمينة من المجوهرات التي لم تطرأ على شاشات التلفزيون وليست لها ضجيج إعلامي. أستطيع أن أقول أبطال بلا طبول، هؤلاء الأبطال الذين يصنعون المجد دون أن يعرفهم أحد ودون أن يسعوا لهذا. الحقيقة أنا بقدم نموذج لشاب استطاع أن يقهر تلال من الصعوبات وأن ينتصر على كل الظلام الدامس التي يواجه كل شاب في بداية طريقه للوصول للمجد وفي بداية يعني تحقيق أهداف النجاح. أنا بقدم نموذج النهاردة للشباب علشان ما يجيش واحد يقول لي إيه والله أنا الظروف بس والدولة مش معينانا ومفيش تعيينات والحالة والظروف والحكاية والرواية. لا، أنا بقدم لك نموذج لواحد اتخرج من الجامعة وهو في الجامعة كان بيشتغل، هنعرف من طبعا قصته دلوقتي وإزاي هو قدر ينجح وإزاي تحول إلى صاحب عمل وإزاي هو
بيتعامل في المجتمع البدوي الجميل الذي يحافظ على العادات والتقاليد في محافظة مرسي مطروح. خلوني أرحب مع حضراتكم بعد هذه المقدمة الطويلة بيضيفي وضيف حضراتكم الأستاذ خالد رزق القطعاني. أهلا بك يا أستاذ خالد. أهلا مرحبا السيد. أستاذ خالد طبعا أهل مطروح لهم مكانة خاصة عندنا طبعا. أول حاجة أنا عاوز أقدم تحياتي لحضرتك تمام وتحياتي للسيادة المشاهدين وشكرا على المقدمة الجميلة قدمتها. هذا حقك يا أستاذ خالد. الله يبارك فيك. الله يبارك لك أستاذ خالد. عايزين حضرتك تقدم نفسك بقى، من هو خالد رزق اللي أنا مقدمه النهاردة لضيوفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خالد رزق ناجي تعلب مرسى مطروح من قبائل القطعان في مرسى مطروح، مواليد مرسى مطروح تمام، حاصل على لسانس تربية قسم دراسات اجتماعية. تربية قسم دراسات؟ قسم لسانس. لسانس دراسات اجتماعية. لسانس تربية قسم دراسات اجتماعية. نعم تمام. هو عمل في مجال التجارة من سنين، يعني من أيام الطفولة وأنا مثلا كنت في الثانوي، كنت بعد ما أخرج من الدراسة كنت شغال مع والدي، يعني كنت شغال مع والدي، وبعد كده يعني والدي توفى شلت المسؤولية وعلى عاتقي كل مسؤولية اخواتي ومسؤولية البيت، كل يعني البيت وكل الكلام ده تمام. ما قلتش انا لسه طالب بقى ولسه يعني والطالب ما عليهوش مسؤوليه في ان هو يشتغل او لا؟ لازم الطالب الاعلام مش مدرسه بس، الاعلام مدرسه الحياه اكبر اعلام، يعني لا. المدرسه نص والحياه بتكمل الباقي. طيب. ده الاعلام. خليني بقى اخد الجانب العملي في حياه حضرتك عشان هو ده، يعني انا عايز يعني في شباب كتير الحقيقه موجود قاعد على القهاوي وقاعد يعني كل طموحاته في حياته ان هو يعني يضيع وقته في التسليه والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي والكلام اللي هو طرا على المجتمع المصري حديثا. خلينا اعرف قصه حضرتك، بدايه العمل اشتغلت ازاي وايه العقبات والصعوبات اللي واجهتك في بدايه رحله العمل؟ بدايه العمل انا عملت في مجال التجارة تمام في مرسى مطروح في سوق ليبيا وأنا كنت في الثانوي. سوق ليبيا؟ في سوق ليبيا مرسى مطروح، كنت في مجال الملابس تمام في الثانوي، كنت في الثانوي العام، كنت زي ما وضحت لحضرتك كنت بنخرج من المدرسة وفي أثناء الأجازة وأثناء أجازة نص السنة وكنت بنعمل يعني، وقعدت أمارس التجارة لعند ما شلت المسؤولية كاملة في 2007. نعم. 12/3/2007 بعد وفاة والدي يعني. أنا كنت رحمة. شغال معاه وكده وبس، طبعا كان معليش المسؤولية كاملة يعني. نعم. المهم بعد ما توفى عليه رحمة الله 12/3/2007 شلت المسؤولية كاملة يعني، وابتديت بقى يعني أوسع الأنشطة بتاعتنا، والدي كان سايب مثلا محلين خليتهم 3 و4 و5 و6، ما بعتهمش يعني في مزاد كده وقلت لا لا. كل واحد ياخد نصيبه لا بقى لا ويشوف لا طريقه. لا ما بعتهمش وعملت ليل نهار يعني عشان خاطر علي مسؤوليه. نعم. ولازم احققها واكون قدها تمام. نعم. المهم يعني انتهى نشاطي بالملابس بالحريق في 28/10/2012، تاريخ لن تنساه. تاريخ لن انساه عشان اثر فيا واثر في حياتي وقلب موازين حياتي كامله يعني. 28/10/2012 ده تاريخ ما اقدرش انساه، ده حريق سوليبيا بمرسى مطروح. ده حادث كان شهير وانا اتاثرت جامد بالحريق ده عشان انا كنت من اكبر يعني الناس اللي في حجم اللي عندهم بضائع في مرسى مطروح في سوليبيا خاصه يعني. نعم تمام. المهم يعني خسرت خسارة فادحة، وسيادة المحافظ والجماعة اللي كانوا ساعتها كانوا مسؤولين عن محافظة مطروح ما قصروش معانا وادونا تعويض وجددوا السوق والكلام ده كله. نعم. وبرغم كده يعني ما انت بنيش الكسل ونرجع بقى نحط ايدي على نبكي على اللبن المسكوب. أيوة. بقى ونحط ايدينا على خدنا. أيوة. ونقول الحياة وقفت والحياة لا ما, ما, ما ينفعش ما ينفعش خلاص اللي صار صار تمام. نعم. بالنسبه ليا ابتديت اعمل في مجال تاني غير مجالي اصلا
نعم. مجال اللي هو المنظفات والورقيات والكلام ده، مع اني انا ما كنتش يعني ما كانش مجالك، ما كانش مجالي، وكنت متمرس في مجال الملابس ده تمام يعني. نعم. بالنسبه للمجال اللي هو المنظفات والورقيات ده، طبعا كنت لسه لقيت صعوبات كتير فيه. نعم. لقيت صعوبات كتير ان ما فيش حد يعرفني من الموردين، من الجماعه اصحابي اللي انا يعني اللي بتعامل معاهم، اللي انا بتعامل معاهم. نعم. تمام. لانه مجال جديد. ده مجال جديد، وبرغم كده دخلت المجال واحده واحده الحمد لله. تمام. بقى معايا الحمد لله توكيلات، ومعايا يعني مسؤول عن يعني عدد من العمال، وعندنا 3 محلات وكده والحمد لله. تغيير نشاطك يا استاذ خالد ما كانش يمثل عقبه كبيره في اتجاهك لخطوه جديده او لمسار جديد؟ بالنسبه لي تغيير النشاط ده كان لي صعوبات. بالنسبه لي انا كان لي صعوبات اللي ذكرتها لحضرتك، قلت لك انا انك دخلت مجتمع غير المجتمع. دخلت مجتمع غير المجتمع، ومجتمع ما اعرفش حد. كان في احتماليه الفشل. بس يعني الواحد يصر وعنده اصرار وعزيمه على النجاح. نعم. والباقي على ربنا، بس لازم يكد ويجتهد عشان خاطر ما فيش حاجه كده بتيجي وخلاص بالسهل يعني. نعم. ما فيش حاجه بتيجي بالسهل يعني. انا في مجال الملابس جبتها من تحت الصفر لعند ما بقيت يعني حجم اعمالي في السوق 8 محلات، والحمد لله كان تمام 100 100. ما طلعتش من سوق الملابس الا بالحريقه يعني. نعم. تمام. انا معايا مداخله تليفونيه ناخدها ونرجع لحضرتك تاني. مفيش مشكله. معانا العمده عبد المنعم، اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سعيد فؤاد. ايوه يا فندم اتفضل. هاو يا فندم دلوقتي؟ مع سيادتك اتفضل. على الهواء احنا يا فندم؟ اتفضل يا فندم معاك. تحيه لحضرتك يا فندم والفريق قناه العمل مع حضرتك. اهلا بحضرتك. تحييك من مرسى مطروح بلد الهدوء والجمال. واحنا كلنا بنحيي شعب مرسى مطروح، اهلنا وناسنا والناس المخلصين لوطنهم ويحبوا بلدهم. الله يبارك فيك يا فندم، وتحيه برضه للساده المسؤولين والسيد المحافظ ومدير الامن على المجهود اللي ملموس وبيلمسه اي حد في واحنا داخلين في موسم الصيف دلوقتي، والحمد لله يعني بعد ما الامور هديت بعد جائحه كورونا والصيف شغال الحمد لله. فيعني شكر موصول مني باسم ونيابه عن ابناء مطروح وباسم اهالي مطروح لكل مسؤول في موقعه، فهو فارس وبطل ونحن نشد على يديهم وربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله تعالى. والى الامام يا فندم. احنا عمده معانا الاستاذ خالد رزق، تحب حضرتك تقول له حاجه من ابناء مرسي مطروح؟ الاستاذ خالد رزق ده جاري يا فندم. تمام. وعشره عمر، وده يعني شهاده في حقه يا فندم. من باب من لم يشكر الناس او لم يشكر الله لم يشكر الناس. الاستاذ خالد مع حضرتك بدايه مشواره بدايه صعبه شويه يعني. نعم. طبعا احنا انا اعرفه من زمان، من ايام كان في سوق ليبيا يا فندم. نعم. بدايته كان مع الوالد الله يرحمه وسامحه، والده كان في سوق ليبيا عليه رحمه، وتحمل المسؤوليه ماشي في السن مبكر ايام كان في الدراسه. نعم. وتعرض لمحن ومواقف صعبه يعني، لدرجه ان كان في حريق كبير معروف في سوق ليبيا، المحلات اللي فيها اتحرقت ولو كان فلوس برا وعليه ديون برا، وابتدى ثاني ما صابوش الاحباط والياس، في ناس ثانيه اصابها احباط وياس وسابت الشغل، وفي ناس كمان جات حالات نفسيه. هو قاوم وكافح واستوعب الامر وسدد الديون اللي عليه وابتدى من جديد، وبالعكس يعني ربنا كرمه سبحانه وتعالى، وهو يستحق الخير. الاستاذ خالد الله يبارك فيك، يعني فوق انه انسان ناجح في عمله وفي شغله، انسان على خلق، انسان خلوق دامة الخلق، حسن المحشر، انسان قمه الاحترام والادب، ودي شهاده في حقه والله الوجه لله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك. احنا شاكرين لفضل حضرتك، شكرا جزيلا. يعني من خلال يا فندم عشره عمر، يعني مش معرفه يوم ولا يومين ولا موقف معين ولا لا، يعني من هو في الثانوي. علشان انتوا ناس محترمين وما زلتوا متمسكين باخلاقيات وعادات وتقاليد العرب اللي تعودنا عليها. انا طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مشاركه حضرتك معانا، الف شكر. استاذ خالد، نرجع لحديثنا وعنصر القدوه اللي احنا بنتكلم فيه. خليني دلوقتي يعني رجال الاعمال في المجتمع، وانتم في مجتمع هناك مجتمع بدوي له طقوس خاصه يعني. شايف ايه الدور المطلوب من رجل الاعمال في المرحله اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟
ضرق الأعمال يعني الدولة تفتح زراعيها أمام المستثمرين الأجانب، ما بالك يعني أهل البلد نفسهم. نعم. يعني المصريين. آه بتقدم كل يعني بتقدم كل شيء كويس للمستثمرين الأجانب عشان خاطر يستثمروا ويبقى في استقرار في الاستثمار وكده. نعم. وإن شاء الله بإذن مشية الله تعالى يعني خير، وإحنا ماشيين ناحية الخير يعني إن شاء الله، سواء المستثمر الأجنبي أو المستثمر المصري. يعني شايف إن المستقبل والخطوات اللي الدولة بتعملها دلوقتي جاذبة للاستثمار وبتشجع رجال الأعمال على إنهم يشتغلوا. الدولة يعني عاوز أقول لحضرتك إنها بتبذل قصارى جهد. نعم. بتبذل قصارى جهد في التنمية. نعم. ويعني دعوة للبناء. تمام. وبالنسبة مش مطلوب من غير من رجل الأعمال إن يتقي الله في بلده. نعم. ويقدم منتج للمستهلك كويس وجودة كويسة وبدون استغلال، عشان لا. احنا دلوقتي بنحارب الاستغلال عشان شايف الاستغلال بقى ثقافة في المجتمع. ايوه طبعا بقى ثقافة اصيلة جوانا. ايوه احنا عايزين نقضي على عنصر الاستغلال علشان حتى نحس بفي تكافل وجداني بيننا وبين بعض. ايوه مش كده؟ طبعا. طيب قول لي بقى، وانتم في مجتمع مرسي مطروح، كانت محافظة مرسي مطروح دي محافظة يمكن البعض ما يعرفش غير انها بيروحوا يصيفوا ويقعدوا فيها شويه علشان المياه عندكم جميله وحلوه وكده. أيوة. شايف ان الدوله بدات تعمل حاجات زي افتتاح المينا، زي تطوير منطقه العالمين الجديده، وفي بتفتح الدوله. انعكاس ده ايه عليكم هناك في مطروح؟ انعكاس يعني ان شاء الله ناحيه الخير، الانعكاس اللي هو الدوله بتبذله. تمام. بتوفر فرص عمالة لأبناء مطروح وغير أبناء مطروح، يعني نعم. جميع أنحاء الجمهورية، وفي يعني جذب للسكان من جميع أنحاء الجمهورية عشان توافر فرص العمل في مرسى مطروح. تمام. في جميع الأنشطة، سواء نعم. كانت تجارة، سواء عمار، سواء يعني كذا مجال سياحة. يعني الحمد لله احنا حاسينه، وكل واحد في مصر حاس يعني اللي فيه تنمية وخير. نعم. قادم يعني، والاستقرار يعني الاستقرار مرسى مطروح يعني يرجع للعادات والتقاليد اللي احنا متمسكين بيها. بالظبط. عادات الاحترام الكبير. وتاني نقطة يعني في احترام، وانت حضرتك مثلا تيجي تصيف تبقى مطمن على عيالك وتبقى مطمن على زوجتك. فأنا أقول لك مطروح دي مصيف عائلي. مصيف عائلي. مصيف عائلي، وصدقني يعني بكل مصداقية مطروح من أجمل البلاد في الجمهورية، عشان لسه متمسكين بالعادات والتقاليد والعرف، وإحنا نفسينا يعني أي مشكلة كانت بتحصل بين القبائل وكده العرف هو الأول يعني. يعني ما بتصدروش مشاكلكم أو أي مشاكل بتطرق بين أي طرفين في المحافظة، ما بتصدروهاش لأقسام الشرطة ثم القضاء. يعني ضابط الشرطة اللي بيشتغل في مرسي مطروح بيستريح. تاني حاجة هو على رأسنا، سواء الداخلية أو الحربية على رأسنا، بس طبعا في عادات وفي تقاليد، يعني في مشكلة بيتدخل العواقل والكبراء. تمام. واتخذوا قرار في المشكلة دي، وطبعا صاحب المشكلة بيتحمل أي قرار ياخده الكبير او العجله في العائله. هاخد اتصال تليفوني وارجع نتكلم في العادات والتقاليد. تمام. معايا مداخله تليفونيه للاستاذ احمد الصاوي، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا. اهلا بيك يا استاذ احمد، اتفضل. ايوه يا باشا، اتفضل، حضرتك معانا على الهواء، اتفضل. والله انتوا معاكم يعني واحد من افضل الشخصيات اللي عندنا في مطروح، يعني راجل محترم وراجل مكافح وراجل من الناس اللي واخدينها من الصفر يعني. الله يبارك لك. بس شايف الاستاذ خالد قدوه للشباب عندك في مطروح؟ نعم. شايف الاستاذ خالد ينفع قدوه، نموذج للقدوه للشباب؟ والله على الكفاح وعلى الوضع اللي هو عامله من الصفر يعني بصراحه، وعن الشغل، وعلى قد ما بيجيله ضربات بيقف يعني وبيسد يعني ربنا يعني يسهل له الحال في الاول وفي الاخر.
انما خالد على المستوى الشخصي يعني من الناس المحترمين ومن الناس الكويسين جدا يعني. استاذ احمد شاكرين وافضل لحضرتك، شكرا جزيلا، الف شكر. نرجع بقى، كنا بنتكلم على العادات والتقاليد في اهل مطروح. دلوقتي لو انا استاذ خالد قلت ان في ايه ابرز العادات والتقاليد اللي موجوده في مطروح لحد الان؟ ابرز العادات والتقاليد اللي موجوده في مطروح يعني الحمد لله ما زلنا في احترام الكبير، يعني الكبير ليه احترامه. نعم. والتقدير، وبالنسبه يعني يعني في وضع والتمسك بالدين. نعم. يعني حتى في اوقات معظم اوقات الصلاه تلقى جوامع عامرة. نعم. تمام. وطبعا انت ما تتمسك بالدين ويعني تراعي ربنا وقدامك يكون في كل حاجه، صدقني ربنا ما يعني ما مش هيسيبك. ده بالتاكيد. اه. يعني ما فيش شاب النهارده لما يجي شيخ القبيله او كبير العيله يعني يجي يصدر عليه حكم ما في مشكله مع طرف اخر بيعترض مثلا، بيقاوم، يقول لك لا انا النهارده انا سيد قراري، مفيش حد في القرن ال21 يقدر يملي على حد شروطه. لا احنا ما عندناش الكلام ده. تمام. بيتبع نظام القبيله، ان سواء خد قرار في صالحه او في صالح الطرف الاخر لازم يتبع النظام المشين عليه. هو ده يعني العادات والتقاليد المتمسكين بيها اللي عندي الان، اللي هي احترام الكبير. نعم. ويعني احترام الكبير ويعني في كل حاجة، مش في مشكلة بس، لا في كل حاجة، حتى في المعاملات التجارية فيما بينهم. يعني أي مشكلة حتى في التجارة مثلا، لو خالد ده مثلا عمل مشكلة مع واحد، لي عمه لي خاله لي ابن عمه، بتمشي بتاخد حقك غير. نعم. مثلا يعني غير مدن تانية. أستاذ خالد، عندكم عدد من الشباب بيشتغل يعني قطعا في مجال عملك، معاك ناس بتشتغل. أيوة. معاملة العامل ازاي؟ يعني عايز الجانب الانساني في معاملة العامل، بتعامل مع بعض ازاي؟ والله بنعامل العامل مش انا اني صاحب عمل، عشان انا بدأت من صفر. أيوة. يعني كنت حابب ان انا اتعامل معاملة كويسة، والحمد لله يعني ربنا وقعني في ناس ان كانوا بيعاملوني احسن معاملة، وبدليل ان انا الحمد لله تعلمت منهم حاجة، يعني تعلمت منهم التجارة، وتعلمت منهم الأدب والاحترام والعادات والتقاليد والكلام ده كله، من يعني من الناس اللي أنا كنت يعني أتمنى اللي يعني الحمد لله اللي هم ربنا يديهم طولة العمر والصحة في إن يعني أقول لحضرتك يعني مثلا اللي حبيت اللي كان بيتعامل مع حضرتك. آه. بديت تصدره دلوقتي الآن، بديت تصدره للجماعة اللي أنا شغالين معايا دلوقتي على أنهم صحاب عمل، مش أنا اللي صاحب العمل. نعم. وهم أخواتي. نعم. وكل واحد بياخد حقه وبالزيادة، يعني مثلا أطلع أجير حقه قبل أن يجف عرقه. نعم. وبالنسبة للمعاملة بالنسبة للعامل، أما يحس ان هو صاحب الدكان وصاحب المكان اللي هو فيه، بيدي للمكان يعني بيديله يعني حاجات اكتر من اللي هو يعني مفروض عليه. طيب اخدك بقى لشق سياسي شويه. هو انا عارف ان انتوا ما بتحبوش السياسه اساسا او الانغماس في السياسه الى حد كبير. ايوه. انتوا ناس تجار وبتحبوا الشغل والبيزنس والحاجات دي. خليني اقول لك، احنا دلوقتي بنحتفل باجواء ثوره 30 يونيو، كيف يراها المواطن في مرسى مطروح؟ بالنسبة لثورة 30 يونيو دي مش ثورة يعني من تغيير نظام لنظام. نعم. لا، هي أنا شايفينها كده، وأبناء مطروح كلهم وأبناء الجمهورية كلها يعني. نعم. مش أبناء مطروح خاصة يعني. نعم. مش يعني تقسيم نظام وتفتيت نظام ووضع كان مأساوي بأمانة يعني. ده بالتأكيد. تمام. بالنسبة للثورة هي دلوقتي بفضل ربنا والرئيس عبد الفتاح السيسي خلق الثورة دي انها تكون ثورة بناء، ثورة تنمية. نعم. وده واضح عندنا وواضح عند جميع محافظات الجمهورية. نعم. احنا عندنا في العالمين يعني دبي. لسه بنقول فعلا. وعندنا الطرق وعندنا الميناء الجديده دي، طبعا خلقت يعني ميناء الجديد في النجيله. شايف انها هتعمل روح هتعمل روح وتعمل رواج في التجاره وفي اي مجالات تانية وفي العماله وفي جذب السكان واستقرار السكان، يعني كل ده
بالنسبة للثورة يعني بفضل الرئيس تمام، والثورة احنا ما نعتبرهاش يعني ثورة من نظام لنظام او تغيير نظام من نظام، لا دي ثورة بناء، والحمد لله لربنا يعني اكرمنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في انه يكون يعني الاب هو اللي اولا يعني. خلينا نضيف جزئيه لحضرتك الكلام حضرتك ان السيد الرئيس جاي من مؤسسه شعارها دايما يد تبني ويد تحمل السلاح، طبعا بتبني البلد وبتحمي البلد تمام، فبالتالي ده امر طبيعي ان هو يعني يكون ده المنهج اللي هو سيادته بتبقى واضح قدام اي واحد كبير صغير شاب عجوز كله واضح قدامه يعني واضح قدامه في الدولة من كباري من طرق من شبكات رصف من مدن جديدة من عاصمة إدارية من مدينة العالمين من الميناء من كذا حاجة. شايف اللي اتعمل في السبع سنين دول يعني لو قارناهم بعصور سابقة هلاقي طفرة؟ لا مفيش وجه للمقارنة. يعني مفيش وجه للمقارنة بين السبع سنين اللي قضاهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والايام اللي فاتت، مفيش خالص الكلام ده ما فيش تمام. الرئيس عبد الفتاح يعني بذل يعني قصر جهد في التنميه وما زال يبذل تنميه وعطاء للدوله عشان هو يعني من افضل الناس اللي انا شايفهم انهم حكموا. شايف انها غيرت شكل مصر حتى على الجانب الخارجي استردت قيمة مصر طبعا ومكانتها. حتى بالنسبة لاستقرار الدول بالنسبة لاستقرار مصر تمام، هو استقرار الدول العربية كلها تمام. وبالنسبة أنا مثلا كراجل مستثمر أجنبي لقيت الجو مستقر وتمام، أجي أمارس تجارتي وأجي أمارس استثماراتي تمام، سواء في أي مجال مش التجارة بس، في العقارات في أي حاجة بنستثمر تمام، بس البلد يعني أحسن يعني طبعا. المستثمر لو ما فيش استقرار مش هيخلق بيئه مش هيخلق بيئه للتنميه والاستثمار معروفه دي. ومصر الحمد لله يعني دلوقتي من افضل الدول في استقرار والحمد لله يعني بفضل ربنا وبفضل جهود الرئيس السيسي، وربنا ان شاء الله يعني يجعله خير والافضل يعني ان شاء الله. احنا ناخد فاصل استاذ خالد قصير ونرجع نكمل مع حضرتك تاني. ماشي. خلونا ناخد فاصل قصير ونرجع نستأنف الحوار مع ضيفنا ان شاء الله. أجدر التحية بحضراتكم وأجدر الترحيب بضيفي الاستاذ خالد رزق القطعاني. استاذ خالد، كنا قبل الفاصل نتحدث عن جملة من الموضوعات الهامة منها العادات والتقاليد. خلينا بقى نتكلم على بعد ثورة الحب اللي انا شايفها اكتر من تليفون، احنا بيجينا عن طريق الكنترول مش عارفين يعني نفتح التليفونات علشان نكسب وقت اكتر يعني. هل فكرت في يوم من الايام تخوض معترك السياسة وترشح نفسك سواء كنت للبرلمان بغرفتيه سواء كان الشيوخ او النواب؟ والله استاذنا بالنسبة انا عن نفسي مفكرش عشان اصلا الدولة ما سابتش حاجة تمام، الا الحمد لله اللي بتعملها حاليا كل الخدمات الحمد لله بتعملها. مبادرة حياة كريمة ومبادرة القضاء على الفيروسي وتطوير الريف. مظبوط. تطوير الريف المصري ويعني 100 مليون صحة تمام. بالنسبة يعني لأي واحد يعني أنا في مكاني أو أي واحد مثلا في مكاني تمام يخدم بلده من غير منصب يعني مش محتاج اللي منصب. وبعدين هو يشغل الشباب دي في حد ذاتها خدمة البلد. وبعدين أما أكون تاجر أمين في حد ذاته ده يعني منصب، يعني منصب إن أنا معروف بالأمانة ومعروف مثلا بإن أنا كده بخدم بلدي، من إن أنا أشغل عمالة أشغل أيدي عاملة ووفر وافتح تفتح بيوت. وافتح بيوت طبعا ده يعني اكبر خدمه فعلا. انا اضم صوتي لصوت حضرتك طبعا. مؤكد الدوله قضت على كل اللي كانوا حتى يدخلوا على الناس ويضحكوا عليهم وهعمل لك واجيب لكم الصرف واجيب لكم الميه واجيب لكم مش عارف ايه والمدارس. الدوله فعلا يعني
قدرت انها تعمل طفره انتفاضه كبيره جدا من الدوله، غيرت حتى شكل الريف المصري اللي كان مهمل على مدار السنوات الطويله. أيوة. تحول دلوقتي الريف بتاعنا هيبقى مودرن دلوقتي، مودرن يعني ما عادش ريف بالمفهوم اللي هو بتاع بتاع زمان. بتاع زمان، بتاع قبل ثوره ايام ما كان بقى ايام قصه نجيب محفوظ بقى لما كان. أيوة. الواحد الارض العطشانه الارض العطشانه مظبوط. استاذ خالد، بحكم ان انا مع رجل اعمال وشاب جامعي من مطروح، عايز اتكلم شويه على العلاقات المصريه الليبيه، وانتم الاقدر على التحدث في هذا الملف. شايفين الروابط المصريه الليبيه شكلها ايه الاول؟ اول حاجه بالنسبه يعني العادات والتقاليد بين مصر وليبيا هي واحد، تمام؟ ويعني في مثلا يعني اجزاء من العائله في ليبيا واجزاء من العائله في مرسى مطروح، تمام؟ يعني في روابط سواء كانت اجتماعية، نسب، حاجات زي كده. أنا عن نفسي زوجتي ليبية. يعني الحكومة ليبية كده؟ الحكومة ليبية. الحكومة ليبية. أنا نفسي زوجتي ليبية، تمام؟ ولي أخوات في ليبيا ولي أخوات هنا، وفي تداخل يعني، ونفس العادات ونفس التقاليد بتاعت مطروح هي بتاعت ليبيا. يعني البيت عندكم سفارة؟ أيوة. او منبر لمناقشه ال لا في ليبي وفي مصري بالظبط التشكيله يعني. وانا عن نفسي حضرت يعني جميع المراحل بالمرة بقى ليبيا في اواخر عهد القذافي، العقيد معمر القذافي. نعم، تمام، عليه رحمه الله. عليه رحمه الله. حضرت اخر مراحل ودور الرئيس السيسي في الحد من التدخل الاجنبي باي طرق، تمام؟ بالظبط. وقت ما قال خط احمر. الحقيقه السيد الرئيس عمل خطوط لكل خطوط حمراء، تمام، للتدخل الاجنبي، مما ساعد على يعني الاستقرار في ليبيا وانتعاشه ليبيا في الوقت الحالي. نعم. والقضاء على النهب الثروات ليبيا. بالظبط. وخاصة على فكره منطقه سرت وجفره. دول كانوا مليانين بترول. لا في كان في مطامع انها تسعى لل ايوه يعني مش أوه. مش المنطقتين دول بس، في اي منطقه. بس صراحه يعني بالنسبه للرئيس كان ليه دور فعال يعني، والعواقل والعمد والمشايخ التفوا حوله، سواء من شباب سواء او اجتمعوا في القاهره على ان يعني توحيد الصف المصري والليبي. وعلى فكره احنا واحد يعني، مصر وليبيا واحد. طب هنوقف عند دي عشان ناخد مداخله تليفونيه، عشان بس ايه الناس معانا على التليفون. تمام، معانا مداخله تليفونيه. نتشرف مين يا جماعه؟ الاستاذ فهمي، اهلا بيك، اتفضل استاذ فهمي، اتفضل. معلمي ده ممكن بس اقفل التلفزيون يا استاذ فهمي وخليك معانا على التليفون. ماشي عشان نقدر نسمع حضرتك. اتفضل حضرتك. الله يبارك لك. اتفضل، احنا معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك لك. بالنسبه للاخ خالد رزق اللي مع حضرتك. طبعا مشرفنا، اهلا بيك. ده قصه كفاح ده. تمام. قصه من حقه تتعمل له كتب كتاب كده ان شاء الله. على اللي عليه خالد رزق، وبدا من الصفر تاني بعد ما وصل المرحله كانت كويسه خالص. وحصل حريق سوق ليبيا، كان الوحيد اللي في سوق ليبيا هو اللي ليه اكبر عدد محلات موجوده في السوق. نعم. وربنا اراد ان هو كل المال اللي معاه اتحرق، والحمد لله بدا من الصفر بعد ما كان عليه ديون. بدا بشغل بالصابون والسائل، الصابون السائل والحاجات دي. وبعد كده ربنا كرمه وعوض عليه. من بدايته نشهد فيه بصراحه الامانه والرجوله، نشهد في طفولته. خالد رزق انسان كده نقي ما شاء الله، فعلا انسان نقي ما عندوش كذب، عاوز ياخذ الحلال. فربنا لما ابتلاه بالحريق صبر، وبسم الله ما شاء الله دلوقتي وقف على رجله تاني وعاد شغله تاني واتجوز من ليبيا وعمل علاقات بيننا وبين ليبيا. يعني استاذ خالد كده هو السفير بتاعنا، السفير الشعبي الليبي. بيتشرف بيه لانه بدايته
كان شغال معايا في 2000 في 99 ب 210. عشان كده حضرتك بقى باكثر الناس معرفه بيه. استاذ سعيد بالنسبه ل 210 اللي بيقول لك كان بيديني 7 جنيه في اليوم. 7 جنيه في اليوم؟ عم فهمي 7 جنيه كان بيديني 7 جنيه. يا عم فهمي هو بيشتكي منك الاستاذ خالد بيقول كنت بتدي له 7 جنيه في اليوم بس. ما هو هو بدايته كانت معايا فعلا 210 بس كانت ايامها ال 210 كانت مبلغ. وبعد كده زاد. انا اصلا مواليد سوهاج مركز جهينه بس مقيم في محافظه مطروح من 95 من انشاء على فكره هو اللي بدا التجاره الراجل ده من بدايه انشاء سوق ليبيا. سوق ليبيا ده احنا ده تاريخ بصراحه عاصرناه من بدايته وكان حاجات بدائيه وبعدين كملناها عملناها كله ايه بعرق جبيننا يعني. بعد ما اتحرق السوق الحمد لله كان سياده المحافظ الهياتمي صراحه راجل عمل مجهود معانا وقوم السوق ده تاني لانه هو سوق خاص. بعد كده خلى المستثمرين اتبرعت لنا وعملنا السوق وبسم الله ما شاء الله دلوقتي السوق كويس وحاجه تمام يعني حاجه نتشرف بيه. احنا اللي بنشكرك. ربنا كرمنا بردك في عهد عبد الفتاح السيسي سياده الرئيس بان هو اهدانا محافظ اللي هو حاليا الايام دي سياده الوزير المحافظ خالد شعيب. ده من المحافظين بصراحه اللي احنا نعتز بيهم. ده الراجل ده من نهار ما جه وهو قائم على محافظه مطروح ما بينامش الليل. الراجل ده عمل طفره في محافظه مطروح كشواطئ كشوارع كانت متقفله كله فتحه حاجه بسم الله ما شاء الله. الكمامات كان ينزل بنفسه يشوفها في السواق ويشوفها في عند التاكسيات وكان ينزل برجله يمشي. فانا اخذت الفرصه دي ان انا احكي على خالد رزق واحكي على خالد شعيب. سبحان الله, الله. حلو وجه التشابه جميل ده. وده خالد واخد البال سيادتك. نعم خالد رزق ده زي ما قلت لك كده ربنا يبارك له ويزيده كمان وكمان. وسيادة الوزير المحافظ خالد شعيب ربنا يا رب يطول في عمره ويستمر على النهج اللي هو ماشي بيه في المحافظه دي لانه محافظه مطروح اقدر اقول لك من المحافظات المظلومه. هي كانت مظلومه يا عم فهمي كانت مظلومه. اه نعم كانت مظلومه لكن دلوقتي الحمد لله يعني بقى في تطور كبير فيها يعني. الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم خالد شعيب. بس عاوزين ليه اقول لك مظلومه؟ ما قلتليش ليه مظلومه؟ مظلومه انه محافظه حدوديه زي كده ومساحه بتاعتها مساحه كبيره وعدد السكان شويه وما فيهاش جامعه لغايه دلوقتي احنا بنعاني. هو فعلا دلوقتي بيبنوا في الجامعه موجوده. طيب الحمد لله يعني اذا مرحله التطوير دخلت للتعليم كمان. الحمد لله. بس احنا عاوزين يعني ايه نشد على ايد سياده المحافظ واخد بالك ونخليه يبادر ويخلص لنا الجامعه دي لانه الجامعه دي هي اللي هتبقى قياده الطريق للمرسى مطروح. واحنا كمان بنشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك الجميله. وانا بشكرك الاستاذ فهمي الف شكر. ونيابه على الاستاذ خالد بنشكرك كمان شكرا جزيلا. استاذ خالد يعني كنا بنتكلم بقى على العلاقات المصريه الليبيه وانا الحقيقه يعني مهتم جدا بهذا الملف يعني. نرجع نكمل طبعا احنا المكالمه دخلت علينا. أيوة. ما كملناش جزئيه الروابط اللي موجوده سواء كانت روابط تاريخيه سواء كانت علاقات حاليه. وحضرتك بتتكلم على دور السيد الرئيس في اعاده تماسك الليبيين. طبعا بالنسبه للرئيس يعني 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 عمل يعني مجهودات جباره تمام لا ينكرها ما ينكرهاش اي حد. نعم. في ان يعني يعني بتصديه لعدم التدخل الاجنبي ده دي اهم نقطه. دي اهم نقطه يعني كانت يعني تنزل استقرار بالظبط تنزل استقرار من ليبيا وليبيا يعني خلاص يعني هتنتهي. لا وبعدين ليبيا كمان مجتمع قبلي يعني صعب السيطره على المجتمع القبلي. أيوة. لافكار مختلفه و هو بالنسبه لليبيا هو يعني نفس وضع مرسى مطروح عادات وتقاليد وقبائل واعراف وكده تمام. يمكن اللي ساهم في الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم عنها في حته تماسك الوحده الليبيين
السيد الرئيس لما جمع قبائل ايوه القبائل يعني العواجل والكبار تمام والشباب وكله في ان تصدي للاحتلال الاجنبي او العدو الاجنبي هو اللي بعتبره او التدخل الاجنبي تمام وكان يعني نقطه يعني بامانه يعني جيده جدا يعني في ان الحمد لله ما قدرش ولا استطاع التدخل الاجنبي ان يعني هو احبط كل محاولات التقسيم والتفتيت ونزع استقرار ليبيا شايف ان ليبيا تمثل ايه بالنسبه لمصر؟ ليبيا هي مصر والحدود يعني الحدود بيننا يعتبر يعني واحده والعادات والتقاليد تاني حاجه بالنسبه للعماله يعني دلوقتي مثلا العماله المصريه في ليبيا بأعداد ليبي بيستوعب اكبر عدد من بأعداد كبيره تمام وان شاء الله داخلين على اعمار ليبيا ويعني خلق فرص عماله كثيره وبالنسبه للجماعه الليبيين هم يعني المصريين اخوات الليبيين وقاعدين هناك لكنهم قاعدين في مصر يعني اعتقد حضرتك بقى يعني اهل مرسى مطروح لهم وضعيه خاصه في دخول ليبيا ويعني ما فيش حواجز بالنسبه لكم يعني بالنسبه لينا لا ما فيش يعني بالنسبه ما فيش قيود انا بالنسبه لي مثلا انا راجل متزوج ليبيه مثلا اخش اطلع عادي تمام بالنسبه للمواليد مطروح عادي بيخش يعني لو زعلت الهانم في مره من المرات هتمنعك من دخول ليبيا لا ما تقدرش احنا مش بنعمل فتنه ولا حاجه تكون سمعانا لا يعني احنا بنديك الحل لا ما تقدرش احسن تفتكر ان احنا بنديها الحل يعني وبتاع لا 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 انت كده لا ما تقدرش عليهم لا هم اهل ليبيا متربيين تربيه حسنه هي طبعا الحقيقه يعني وبعدين يعني زوجتي مرات عمي مرات بنت عمي بنت عمي والحمد لله يعني علاقتنا كويسه مع بعض وتمام وعشرة العشرة يعني علاقتنا افضل التجاريه مع ليبيا بعد العلاقات التجاريه مع ليبيا لينا مخازن بضائع هناك تمام بنوردوا بضائع مصريه لليبيا والحمد لله الفتره اللي فاتت ديت شهدت رواج يعني شهدت رواج جامد لان يعني اي حاجه دلوقتي بتصدر ليبيا وبتتباع بتصدر ليبيا يمكن الاستقرار ساعد في الاستقرار الموضوع ده؟ الاستقرار طبعا ساعد عامل اساسي في رواج حركه البيع والشراء كل المجالات اللي في ليبيا يعني كل المجالات مش شرط التجارة بس أي حاجة دلوقتي في استقرار يبقى في يعني رواج بالنسبة للتجارة عموما يعني إذا جميع المجالات في المقاولات في الحديد في الأسمنت في الحاجات المواد الغذائية في الكلام ده كله أستاذ خالد كلمة أخيرة هتوجهها للشباب المصري واحنا يعني عنوان الحلقه بتاعتنا عن القدوه تقول لهم ايه؟ بالنسبه للشاب المصري يعني يشتغل وما يستناش الفرصه ان الدوله تديله او يقول لك انا اتوظف وانا بالنسبه لي ما اتوظفتش انا حاصل على صنصه ما اتوظفتش وخلاص يعني وبديت عملي وكده تمام انما انا هنقعد نرجع يعني ننتظر فرصة الوظيفة القوة العاملة بتاع زمان قوة العاملة والكلام ده مش لا وتاني حاجة يبعد عن الكسل والكسل ده يعني هو اللي بيضيع أي بني آدم سواء شاب أو خفيف الظل على قلوب المشاهدين الله يبارك في حضرتك وأنا شخصيا بالأصالة على نفسي وعلى أسرة البرنامج بشكرك طبعا شكرا جزيلا الله يبارك في حضرتك على إن أنت قطعت هذا الشوط من المشوار اكثر من 500 كيلو عشان تشرفنا الله يبارك في حضرتك يا استاذ سعيد واحنا شرفنا بيك وبضيوفك وبالساده المشاهدين كلهم شكرا جزيلا استاذ خالد الله يبارك في حضرتك في نهايه الحلقه الحقيقه انا بدعو اوجه كل الناس انها تروح مرسى مطروح الحقيقه انا رحت شرفت في ان انا قعدت يومين في مرسى مطروح ترى الطبيعه تحتضن العادات والتقاليد الرائعه فتبدو في ازهى صوره هي دي مصر الجميله يا جماعه أنا بدعو كل اللي ما راحش وحابب يشوف جزء جميل من بلده لازم يروح هذا المشوار هو الحقيقة مشوار مش بعيد قوي وهو حتى لو كان بعيد فهو يستحق منا أن احنا نروح أهل مطروح عادات وتقاليد محترمة شعب أصيل جدا 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 يعني تبدو المصرية الحقيقية والعربية الأصيلة
في أهل مطروح. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله ألقاكم في حلقة قادمة لكم منها أطيب وأرقى الأمنيات، وفي النهاية تحيا مصر.